أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات المصرية ولم تسمح بدخول أي منها، وعادت الشاحنات مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا وتمارس قوات الاحتلال أقصى درجات التعسف ضد المدنيين والنازحين بقطاع غزة. مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب من رفح. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات التي توجهت إليه والتي يبلغ عددها حوالي 28 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية، وذلك بسبب الهجوم الإيراني أمس بالصواريخ على أماكن وأهداف إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أغلقت كل أبواب منفذ كرم أبو سالم ولم تستلم أي من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية أو إنسانية. تطورات ميدانية وإقليمية متلاحقة أثرت بشكل سلبي على حركة دخول الشاحنات اليوم إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أمس كان هناك تدفقا ملحوظا نوعا ما عن الأيام القليلة والأسابيع القليلة الماضية، كنا نتحدث عن عبور حوالي 78 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية، بالإضافة إلى حوالي 12 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات والتي تنوعت ما بين السولار والغاز والبنزين. هذا العدد وإن كان عدد كبير بالنسبة للأيام القليلة الماضية فإنه لا يتناسب أبدا مع احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص كبير في الغذاء والدواء والكهرباء والطاقة، وهو الأمر الذي حذرت منه مرارا وتكرارا منظمات المجتمع المدني من أن نقص هذه الإمدادات سوف يؤدي بشكل كبير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وحدوث كوارث أكثر مما هي عليه الآن. على الصعيد العسكري هدوء نسبي في محيط معبر رفح من الجانب الآخر من المعبر، ولا نسمع أي من أصوات الانفجارات القادمة من الناحية الأخرى عكس الأيام القليلة الماضية. إذن مشاهدينا الكرام، هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.